مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف في هذه الحلقة السيد فيكتور بيلافسكي. تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار. في 14 من يوليو عام 1789 اندلعت الثورة الفرنسية الكبرى التي بات يضرب بها المثل كأول وأضخم تحول يشهده النظام الاجتماعي والسياسي في أوروبا. وبعد الثورة نال شهرة واسعة شعار نسب للماسونيين وهو حرية مساواة إخاء. وبعد انتصار الثورة الفرنسية كتب اليسوعي أغوستين بارويل يقول إن الماسونيين نشطوا بالتحضير للثورة الفرنسية، فتلقف كثيرون قوله هذا واتخذوه ذريعة للعودة إلى فرضية المؤامرة الماسونية الكونية. غير أن المعطيات التاريخية تشير إلى أن محفل فرنسا العظيم لم يكن موحد الرأي بخصوص الأحداث الثورية. على سبيل المثال، في عام الثورة كان الدوق أورليان يشغل مكانة الأستاذ الأعظم في محفل فرنسا الكبير، وكان الدوق لوكسمبورغ نائبا له في نفس المحفل. وكانت العلاقة قد توترت تماما بينهما قبل الثورة، إذ أن الدوق لوكسمبورغ كان يقول بأن الماسونية يجب أن تبقى خارج السياسة وأن تكون موالية للسلطة العليا دون أي تحفظات. أما الأستاذ الأعظم دوق أورليان فكان مولعاً بالأفكار الليبرالية ومعارضاً للملك، وكان يرى أنه بوسع الماسونيين أن يعارضوا الحاكم ويخرجوا عليه. ومما لا شك فيه أن كلاً منهما كان له أنصاره، ولذلك ليس مستغرباً أن نجد بعضاً من الماسونيين في صف الجمهوريين وبعضاً آخر في صف الملكيين إبان الثورة. وفيما بعد هجر معظم الماسونيين الذين ظلوا على ولائهم للملك إلى عدد من البلدان الأوروبية، وكثيرون ممن لم يتسن لهم ذلك كان الإعدام مصيرهم على أيدي الثوار. أما أولئك الماسونيين الذين وقفوا إلى جانب الثورة فقد تركوا بصمات واضحة على صفحات التاريخ الفرنسي، ومنهم مؤلف نشيد المارسيليز روجيه ديليل والصحفي الأسطوري جان بول مارات والجنرال جيلبير ديلافايت والخطيب الشهير ميرابو وكثيرون غيرهم. ولم يخفي أحد من هؤلاء انتماءه إلى الماسونية، وربما كان ذلك من الأسباب التي دعت الخلف إلى الاعتقاد بأن الثورة الفرنسية الكبرى كانت من تدبير الماسونيين وتنفيذهم. وهذا على الرغم من معطيات المؤرخين التي تتحدث عن أن الماسونيين الفرنسيين مروا بكثير من المصاعب والمحن خلال السنوات الأولى بعد الثورة. وعلى سبيل المثال، اضطر محفل الشرق العظيم في فرنسا أن يوقف نشاطه تماماً إبان فترة الإرهاب الثوري في منتصف تسعينيات القرن الثامن عشر، إذ من بين حوالي 1000 محفل لم يواصل عمله سوى 75 محفلاً. وعلى العموم، لم تعد المحافل الماسونية الفرنسية إلى نشاطها السابق إلا في عام 1800. دكتور بيلافسكي، مرحبا بك. طيب يومك. سعيد برؤيتك من جديد. إذن لننتقل الآن إلى تاريخ الماسونية في أوروبا. سبق أن تحدثنا وإياك عن القائد العسكري والسياسي الماركيز جيلبير ديلافايت الذي شارك في الثورة على ضفتي المحيط الأطلسي. ما رأيك؟ هل أن ما جرى زمن الثورة الفرنسية تكرر أيام الثورة الأمريكية؟ بمعنى هل كان الماسونيون على كلا الطرفين في الثورة الفرنسية؟ أم أن معظمهم انضم إلى الثوار وقاد الحراك الثوري الفرنسي كما يشار إليه في عدد من المصادر التاريخية الأوروبية؟ على حد علمي لا، خاصة وأن الكمية ليست هي التي تحدد النوعية دائما. هذا أولا. ثانيا، جرت الأمور إبان الثورة الفرنسية الكبرى على النحو التالي. القطب الأعظم لمحفل الشرق الكبير في فرنسا لويس فيليب الثاني الدوق أورليان أعلن تخليه عن مرتبة القطب الأعظم ولقب الدوقية وعن انضمامه إلى الثوار. على العكس من ذلك، فإن نائبه في المحفل الدوق لوكسمبورغ غادر فرنسا ليساعد الحركة البيضاء في الخارج التي توحد في صفوفها أنصار الملكية الفرنسية الذين اضطروا للاختفاء عن أعين الثوار. نحن بالمناسبة قد ننسى أن بعض أبناء العائلة الملكية الفرنسية كانوا ماسونيين. القطب الأعظم لويس فيليب الدوق أورليان المذكور على كان من أقرباء
الملك لويس 16، وابن دوق أورليان نفسه صار بعد الثورة الملك لويس فيليب الأول، وهو أيضا كان ماسونيا. هذا يؤكد مرة أخرى أن عددا كبيرا من الماسونيين كانوا إلى جانب الثورة المضادة وليس إلى جانب الثورة فقط. وهنا لابد أن نتحدث عن أحد أهم مبادئ الماسونية، ألا وهو الولاء للسلطات القائمة. فالماسوني بالأصل يجب أن يكون مواليا للسلطات جميعا. سابقا كان ذلك ولاء للعاهل للقيصر، والآن للسلطة العليا. وهكا مثالا، بعد الإجراءات الطقسية في المحفل يجري عشاء طقسي بمثابة وليمة المحبة التي تسمى أغابي. أثناء الوليمة يرفع النخب الأول دائما بصحة رأس الدولة، وفي محفل روسي كبير يكون هذا النخب نخب روسيا ورئيسها حتما وبصورة إلزامية. أذكر في تسعينيات القرن الماضي عندما كنت لا أزال ماسونيا حديث العهد، وفي أثناء ولائم أغابي كنت ألقي كلمات ترحيب والتحية لأجل روسيا فقط. لم أكن أرغب برفع نخب بصحة الرئيس يلتسن لموقفي السلبي منه، كنت أقف صامتا. وذات مرة حضر إحدى ولائمنا هذه مغترب روسي ماسوني، جاء إلى روسيا من الخارج كي يساعدنا في إحياء الماسونية في البلد. كان واحدا من المهاجرين الروس ضمن الموجة الأولى بعد ثورة عام 17، أي كان رجلا مسنا جدا. بعد المباحثات أخذني جانبا في البلد بغض النظر عن آرائك السياسية. منذ ذلك الحين وأنا أرفع دائما الأنخاب بصحة الرئيس. أما إذا كان موقفي السياسي يختلف عن ذلك الموقف السائد في البلد وأنا خصم مبدئي له، ففي هذه الحالة من الأصعب أن أترك الماسونية، لا مفر من ذلك. لكنني أشير إلى أن الولاء لا يعني أن أحدا ما من الأخوة لا يمكنه المشاركة في المعارضة السياسية، فكما عند الإنجليز ثمة معارضة جلالتها لا معارضة لجلالتها، تماما كما كان هنا. يمكن أن تكون لي آراء معارضة، ولكن ينبغي أن تكون في إطار القانون والولاء للسلطة. نحن ننتمي إلى الأخوية الموالية أصلا والملتزمة بالقانون التزاما مطلقا فيما يتعلق بالسلطات العليا. يعني إذ نبقى ماسونيين يجب أن نتقيد بهذه القواعد، وإذا كان ذلك لا يلائم أحدا فما عليه إلا أن يغادر الأخوية ويمارس السياسة كما يريد. أنا أرى أن هذا موقف هام جدا، ونحن ضد تحويل المحفل إلى ناد سياسي تجري فيه سجالات لا تلائمنا. طيب، بخصوص علاقة الماسونيين بالحركات الاشتراكية اليسارية في أوروبا وبالشيوعية، على سبيل المثال ثمة آراء مختلفة عما إذا كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز ماسونيين. ما رأيك أنت بالمناسبة؟ على حد علمي لا. طيب، فكرة بناء دولة جديدة تسود فيها المساواة، حيث يستلم السلطة أصحاب المهن أو البروليتاريا، أي أن الذين يصنعون بأيديهم، البناؤون إن صح التعبير، يصبحون أساس البلد. كانت دائماً هذه الفكرة جذابة للكثير من الناس. لدي هنا مقتطفات من إصدارات ماسونية زمن روسيا القيصرية يرد فيها أن المستقبل سيشهد تأسيس دولة من طراز جديد، دولة العدل والمساواة. هل يمكن القول أن المنظمات الماسونية كانت تشجع الثورات التي من شأنها تحرير البروليتاريا من اضطهاد البرجوازية المدعومة من الدولة والكنيسة؟ وهل ثمة صلة ما بين الحركات اليسارية وحتى الحركات اليسارية الراديكالية من جهة والمنظمات الماسونية أواخر القرن 19 أو إلى القرن 20؟ ما رأيك؟ هذا سؤال مهم جدا. في هذا الشأن ثمة آراء مختلفة حتى داخل أخويتنا، بل يقال أحيانا إن شعار حرية مساواة أخوة ظهر عند الماسونيين في القرن 18 تقريبا، وهذا ليس صحيحا. لم ينادي ماسونيو القرن 18 أبدا بشعار حرية مساواة أخوة، بل من الصعب أن يتصور المرء أن أميرا ودوقا أعضاء في المحافل الماسونية وقد رفعوا هذا الشعار. الجميع يعرفون أن في صفوف الماسونيين كان يوجد دائما أصحاب مقامات رفيعة من أمير ودوق وكونت، أي أناس من علية الحاشية الملكية. لقد ظهر شعار حرية مساواة أخوة في محفل الشرق الماسوني العظيم في فرنسا في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن 19. في ذلك الحين
برزت تلك الظواهر التي أدت بذاك المحفل إلى أن يفقد صفته كمحفل نظامي. تكمن القضية في أن ماسونيي محفل الشرق العظيم الفرنسي أعلنوا في عام 1877 أنهم يحذفون من ميثاقهم المادة التي تلزم الإخوة الأعضاء أن يؤمنوا بالله. هذا ما أرغم الماسونيين الإنجليز أن يعتبروهم غير نظاميين، أي أن ماسونيتهم باطلة. في الوقت نفسه راح يتطور بقوة النشاط السياسي في فرنسا، وعندما صار هذا المحفل الماسوني غير نظامي، كف عموماً عن الالتزام بقيود وقواعد ماسونية معينة. ماسوني محفل الشرق العظيم لم يكتفوا بإلغاء البند الذي يفرض على الماسوني الإيمان بالله، بل كفوا عن الالتزام بفكرة الولاء للسلطة العليا، وهذا ما انعكس إيجاباً في البداية، أقصد فيما يتعلق بالعلمنة، عندما كان الماسونيون يناضلون لفصل الكنيسة عن الدولة وعن المدرسة. ولكن في باب بعد أصبح الماسونيون يتدخلون في الشؤون السياسية أكثر فأكثر، وصار العديد من الوزراء أعضاء في محفل الشرق غير النظامي. الأكثر من ذلك، بعد ثورة عام 1905 الروسية ورفع المنع عن الماسونية، أتى إلى روسيا بعض من أولئك الاشتراكيين الماسونيين ليؤسسوا محافل ماسونية. وهؤلاء الروس تحديداً الذين رسمهم الفرنسيون في الماسونية على هذا النحو، تخلوا بالكامل عن المبدأ الماسوني ومارسوا المعارضة السياسية. لذا فالماسونية غير النظامية تحديداً شاركت في الأحداث الثورية في روسيا عام 17، في حين يظن البعض أن الماسونيين النظاميين كانوا متورطين في ذلك. إذن كثير من أعضاء الحركات اليسارية كانوا ماسونيين من هذا النوع تحديداً. نعم، من الماسونية غير النظامية. كان ثمة أمثلة. فأثناء التظاهرات الأول من مايو الاشتراكية الشهيرة في باريس، كان أعضاء محفل الشرق العظيم يخرجون وهم بأرديتهم الطقسية، أي بالمآزر والأوشحة وغيرها. هذا أمر غير مقبول، فالماسونية النظامية لا تسمح بمثل هذا، لكن الماسونية غير النظامية قد تسمح بذلك للأسف، ومن هنا ينشأ التشوش وتظهر نظريات المؤامرة. طبعاً في الغالبية لا تنتبه إلا لليافطات. نعم، قليل جداً من يبحث في التفاصيل. صحيح تماماً. مثل هذا الوضع بالضبط نشأ بالمناسبة بين الاشتراكيين والشيوعيين. كان يبدو أنهم يستندون إلى أفكار متشابهة جداً حول المساواة والأخوة، غير أن أنصار الاشتراكية والشيوعية كانوا غالباً لا يستسيغون بعضهم بعضاً. أستنتج من ذلك أن الماسونيين غير النظاميين تحديداً هم من لعب دوراً في ثورة فبراير الروسية. والأكثر من ذلك، لم يعترف بهم الماسونيون عندما هاجر عدد من هؤلاء الثوار بعد الانقلاب البلشفي إلى فرنسا وغيرها، حيث اضطروا من جديد للخضوع لطقس الترسيم. بل إن البعض منهم كرئيس الحكومة الروسية المؤقت ألكسندر كيرينسكي لم يقبل لتجديد ترسيمه، لأنه كان عضواً في محفل غير نظامي. لهذا السبب بالذات، فأولئك الماسونيون كانوا بدائيين بالمطلق، لا يرعون القواعد الأساسية للماسونية، ولأنهم شاركوا في الأحداث الثورية، وضمناً بسبب النشاط السياسي. لفت انتباهي أثناء حديثنا التمهيدي قولك لي مثلاً: لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك، أو هنا سأتكلم بالخطوط العريضة، أو سأعطيك الفكرة العامة، إذ لا أستطيع الخوض في التفاصيل. لماذا إذن لا يمكنك أن تتحدث عن بعض المعارف السرية التي تحصل عليها في المحفل؟ هل صحيح كما فهمت أن الماسونيين يقطعون عهداً ويقسمون أنهم لا يفعلوا ذلك؟ إذا كان الأمر على هذا النحو، فكيف أثرت هذه الأسرار على معتقداتك وعلى وعيك؟ أما أن هذه المعارف السرية التي لا علاقة لها إلا بالمحفل لم تحدث تأثيراً يذكر عليك، على عقيدتك وعلى نظرتك إلى الواقع، إلى الحياة بشكل عام. أولاً، ما ينطبق علي شخصياً ليس من الضروري أن ينطبق على الجميع. ثانياً، عديد من الأسرار التي يدور الحديث عنها في الماسونية يمكن إيجادها في الكتب المتوفرة في المكتبات، ومن يبحث جيداً يمكنه العثور عليها. لقد بات الكثير من هذه الأسرار معروفاً. الأهم أن الماسونية تعلم الإنسان السلوك اللائق في شتى المواقف. على سبيل المثال، إحدى القواعد التي تعلمنا إياها الماسونية، والتي للأسف لم أتقنها تماماً حتى الآن، هي القدرة على الاستماع للآخرين حتى النهاية بصمت دون مقاطعة واحترام الرأي الآخر. هذه ميزة نفتقدها كثيراً،
حتى في الدوائر التي قد تضم أناس مثقفين من القائمين على شؤون البلد. أما الماسونيون فيتعلمون الاستماع أولاً ومن ثم الكلام. نحن يجب أن نعرف كيف نتقبل وجهة النظر الآخر وألا نعتبرها عدائية إن كانت مخالفة لرأيك. أكثر ما هو محبذ لدينا التسامح والصبر والقيام بكل شيء بإتقان والقدرة على التواصل في دائرة من مختلف الأشخاص. الماسونية تعلمنا هذا كله، ومن واجباتنا الملزمة أيضاً أن ننظر إلى عضو المحفل كأخ لنا. فعلى سبيل المثال، خلال حملة نابليون بونابرت على روسيا عام 1812، جرح الضابط جافرييل باتينكوف في المعركة وانطرح أرضاً واضعاً يده في إشارة الماسوني. رأى ذلك الضباط الفرنسيون الماسونيون فأعادوا له ثيابه التي انتزعت منه قبل ذلك، ولم يتركوه وحيداً في مواجهة الموت، بل أرسلوه إلى مشفى ميداني حيث تابعوا علاجه هناك. وفي التاريخ أيضا قصص من الاتجاه الآخر. هناك كان ضباط فرنسيين رفعوا أيديهم بشكل إشارة ماسونية طلبا للمساعدة بعد انتهاء المعركة مع الروس، فقام ماسونيون روس بنقل هؤلاء الجرحى إلى المشفى واهتموا بمعالجتهم حتى الشفاء. أي أن الماسوني في أثناء المعركة يكون مع جيشه في مواجهة الطرف الآخر، وعند توقف الحرب يعود الماسونيون إخوة كما كانوا. على فكرة الإمبراطور ألكسندر الأول كان ماسونيا، وألكسندر الثاني كذلك. نعم، جميع الأباطرة تقريبا. ولكن نابليون لم يكن ماسونيا. كلا، لكن إخوته كانوا ماسونيين أقطاب محافل كبرى. أي أن الماسونيين حاربوا بعضهم بعض في هذه الحرب. جميع ماريشالات نابليون كانوا ماسونيين. المهم أن الماسونيين كانوا في الجيش الفرنسي والجيش الروسي سواء بسواء. فهل يا ترى أن أحد من الماسونيين الفرنسيين حارب إلى جانب الماسونيين الروس ضد الفرنسيين؟ كلا. أو إلى جانب الماسونيين الفرنسيين ضد الروس؟ كلا، لم يحدث ذلك. عندما يطرح علينا السؤال ما هو الأمر الأهم بالنسبة للماسونيين، ما هي أولوياته؟ نجيب أن الأولوية الأولى هي الوطن ثم الأسرة، بعد ذلك فقط الماسونية. لذلك إذا كانت الماسونية تتناقض مع المبادئ الوطنية فالماسوني في الدرجة الأولى سيتصرف كوطنيا تحديدا، وإذا كانت الماسونية تعيق الأسرة فالماسوني يختار الأسرة في المقام الأول. هذه ثوابت ملزمة نتبعها ونشجعها بالكامل. بالمناسبة، أولئك الذين يأتون إلينا ويقولون في أثناء التكريس أو الاستجواب معصوبي العينين إنهم مستعدون لكل شيء من أجل الجمعيات والأخويات الماسونية، أمثال هؤلاء المرشحين كقاعدة عامة يتم استبعادهم. الماسونيون ليسوا بحاجة لمثل هؤلاء المتعصبين. طيب، بعد أن أصبحت ماسونيا، هل تغير بشكل ما موقفك من الدين؟ في حياتي ثمة مرحلتان فيما يتعلق بالدين. تربيت كأي تلميذ سوفيتي تربية إلحادية، علما بأن جدتي عمدتني سرا بعد ولادتي. أي أن عائلتي كانت تضمر الإيمان، لكنني نشأت في مجتمع ملحد، فقد عشنا جميعا في دولة اشتراكية. وفيما بعد على تخوم ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين رحت أفكر بالله أكثر فأكثر. لذلك عندما سئلت في أثناء ترسيمي في الماسونية إن كنت مؤمنا بالله، أجبت أنني مؤمن، لكنني لم أكن ممن يذهبون إلى الكنيسة بشكل دائم ويتقيدون بالطقوس الأرثوذكسية. مع ذلك فإن وجودي في المحفل جعلني بالتدريج أتوجه إلى التاريخ، إلى المسائل الدينية. لا أستطيع القول أنني صرت على ارتباط كامل بالكنيسة، لكنني صرت أكثر التزاما بتلك القواعد التي يتسم بها الإنسان الأرثوذكسي. أي أنك لم تتبنى أي عقيدة باطنية، بل بقيت في حضن المسيحية الأرثوذكسية التي يمكن وصفها بالتقليدية، صحيح؟ نعم، غير أن سبب ذلك يكمن على الأرجح في نزعة المحافظة. أنا أرى أن الإنسان يجب أن يبقى على الدين الذي أبصر النور في ظله. وبالتالي فالماسونيون لا يعيدون النظر لنقل ببعض مأثورات الكتاب المقدس. كلا. ولا يدعون إلى الارتداد عن الدين. بالعكس، دار عندنا في عدد من المرات جدل حول تغيير الدين، وذلك عندما كان يأتي إلينا أشخاص يطلبون الانتماء إلى الماسونية. وكما تعلم،
بين من يطلب الانتماء يخضع للاستجواب معصوب العينين. أنا شخصياً كنت شاهد عيان على حالات من هذا القبيل. اثنان أو ثلاثة أشخاص رداً على سؤال عن أي دين يتبعون أجابوا أنهم غيروا دينهم. أحدهم كان أرثوذكسياً وصار مسلماً، والثاني استبدل دينه بدين آخر. هذه الأجوبة كانت تثير الجدل عندنا. لم يكن الجدل حول أي الأديان أفضل أو ما شابه، بل عن واقعة تغيير الدين بحد ذاتها. أوليس من طبع شخص كهذا أن يبدل أفكاره وأن يخون إخوته؟ ولكن ما المشكلة أن تخلى الشخص عن الدين الذي اكتسبه بالتوارث واعتنق ديناً جديداً عن قناعة تامة؟ ما المشكلة في ذلك؟ هذه مسألة جدلية. بعضنا رأوا الأمر على هذا النحو تماماً، أي من الأصح اعتبار قرار الشخص قراراً صادقاً وواعياً إذا آمن بدين جديد غير الذي ورثه عن والديه. في هذه الحال يمكننا أن نصدق هذا الشخص أكثر من ذاك الذي قرر الالتزام بالعقيدة الموروثة بالولادة دون أن يتفكر إن كانت تناسبه أصلاً أم لا. لكن الفكرة التي أرمي إليها هو أننا لا نرغم الشخص على تغيير آرائه، بل على العكس من ذلك، فإن تغيير الآراء يثير لدينا الحيطة والحذر. وأولئك الذين حدثتك عنهم قبلناهم في صفوف الماسونيين في نهاية المطاف. لذا أكرر، نحن لا نناقش قضايا الدين، ولا أحد منا يسعى لتحويل شخص ما إلى دين أو فكر معين. في أخويتنا يوجد أرثوذكس وكاثوليك ومسلمون أيضا، ويوجد يهود. الجميع متفاهمون والحمد لله، ويجدون لغة مشتركة بينهم بغض النظر عن الدين والآراء السياسية. نعم، نحن نرفض رفضا باتا تأسيس محافل محض أرثوذكسية أو محض إسلامية. نحن ضد ذلك بالمطلق. الباحث الأمريكي المعروف في نظرية المؤامرة جيم مارس وكثيرون غيره يقولون إن من المستحيل تصديق الماسونيين عندما ينفون وجود مؤامرة. فأمثال هؤلاء الباحثين يؤكدون أن المتآمرين الماسونيين الحقيقيين يتبعون لأخويات من أعلى الدرجات، ويفرض عليهم ستار من السرية، وهم موجودون أساساً في الولايات المتحدة وفي بريطانيا، وهناك تحديداً توجد المنظمات الأكثر سرية وانغلاقاً كالجمجمة والعظمتين مثلاً. وكل ما تبقى من الماسونية العالمية ما هو سوى غطاء يخفي ما تقوم به المحافل السرية الحقيقية، أي أن جميع المؤامرات انبثقت من المحافل الأكثر سرية، ولا أحد في العالم يعرف ما يجري بداخلها، حتى الماسونيون النظاميون أنفسهم. ما ردك على هذا الكلام؟ لنتناول كل ذلك بالترتيب. أولاً، أنا ماسوني منذ عام 1991، أي أنني من أقدم ماسونيي روسيا الحديثة. ثانياً، أنا عضو المجلس الأعلى للدرجة 33 من الطقس الماسوني الاسكتلندي. أنا في الدرجة 95 من طقس ممفيس وميتسرايم الماسوني، وعضو الأخوية الداخلية 5 للطقس الماسوني الفرنسي، وعضو المحفل الإنجليزي للميثاق الاسكتلندي المعدل، وعضو مجمع القوس الملكي، فضلاً عن أنني نائب القطب الأعظم لمحفل روسيا الأعظم. عملياً، جميع من خضعوا في روسيا للترسيم في الماسونية من مطلع تسعينيات القرن الماضي أعرفهم شخصياً. لذلك في عام 93، عندما ظهر في الصحافة الشيوعية خبر عن قائمة بأسماء جميع الماسونيين الروس، وأن ضمنها رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، ورئيس روسيا بوريس يلتسن، ورئيس الاستخبارات إفغيني بريماكوف، ورئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميرزين، إن هذا الكلام لم يبعث لدينا سوى نوبة من الضحك، لأن كل هذا مجرد هراء. طيب، عندئذ سأطرح السؤال بطريقة أخرى. هل توجد أم لا برأيك منظمات مغلقة تشبه إلى حد ما نادي بيلدربيرغ، دون أن تكون منظمات ماسونية ولكنها استوحت الكثير من الماسونية تنظيميا، وأقصد بالدرجة الأولى مبادئ المحافظة على الأسرار وربما عناصر نظام الطقوس والمناسك المحجوبة عن الغرباء؟ هل يوجد شيء من هذا القبيل برأيك؟ لا علم لي بذلك، ولكن لا يمكنني أن أتصور أن الوضع على هذا النحو. قدر لي بطبيعة نشاطي أن ألتقي أشخاص من الأوساط المالية والسياسية على درجة كافية من الأهمية والوزن، ونتحدث مع قادة حزب المحافظين البريطاني ومع مليارديريين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر ما هنالك. من الصعب علي تصور أن أحدا ما جمع تلك الشخصيات فجأة على غرار نادي بيلدربيرغ وقال
أن تتصرف هكذا وأنت ستتصرف هكذا، ولا يجوز أن يعرف أحد بنشاطكم. هذا غير مقبول بالمطلق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. كلا ليس المقصود أن أحدا يعز لهم، بل أنهم يتفقون فيما بينهم وحسب. لا أعتقد ذلك. ولا يكشفون عن مخططاتهم. عند أمثال هؤلاء صيغ مختلفة لمثل هذا التواصل والتفاهم، منها حفلات الاستقبال في أثناء الفعالية العامة واللقاءات في نوادي العمل والبزنس، حيث لا وجود هناك لأناس عرضيين. أي أن بحث الأسرار في نوادي الجولف أسهل من بحثها ضمن منظمات سرية. نعم، أنا أعتقد أن مثل هذه الاتفاقات السرية موجودة، وأمثال هؤلاء الناس يدركون أنهم يتصرفون ضمن مخططات معينة فيها سرية معينة. من المحتمل اتخاذ قرارات تنحرف عن المعايير العامة، ولكن لابد من عدم الإخلال بحدود معينة يتم وضعها بالاتفاق. ومع ذلك ثمة إجماع حول وجود مسارات عالمية معينة في أوروبا، في الغرب، في كل مكان عمليا اعتاد الناس على هذه الصيغة. إذن دكتور بيلافسكي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الممتع حقا، ونأمل في متابعة الحوارات لنتحدث عن جذور الماسونية الأوروبية وعلاقاتها بالاتجاهات الغنوصية للقرون الوسطى. شكرا لك وإلى لقاءات جديدة. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد فيكتور بيلافسكي. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. فحتى ذلك الحين، ها هو خالد رشت، أحييكم من العاصمة الروسية موسكو. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.